تلفيت شيء، ودك تقولين شيء من اول ما جيتي وانت قاعده وسرحانه وساكته. ترى انا عندي قلب واحس ابوك بخير. انا ابوي بخير. فواز انا اللي مو بخير. شوف فواز، انا اخترتك من ضد الناس هذه كلها علشان ابي اقول لك سر. السر ما اقدر اقول حق اي احد حتى ابوي. وادري ان انا ممكن اثق فيك وافتح لك قلبي ممكن تفهمني وتساعدني. انا كل ليلتش بس انت فهميني شو القصه. فواز انا مريضه. سلامات، ايش فيك؟ وليش ما قلتي حق ابوك؟ ما اقدر اقول حق ابوي. ابوي اذا قال ان انا مريضه من المرض احتمال يموت. يا ساتر، هو المرض شايل للدرجه هذه؟ قبل كم يوم كنت بالجامعه، كنت احس كذي بعوار في صدري ماني قادره اتنفس، كتمه ما ادري شلون، وهذه المشكله الحاله كانت تجيني اكثر من مره. المهم اللي كان معي زميلي كان يقول لي ليش ما تروح تفحصين، احنا اوريدي مستشفى جامعي اقل عشان ترتاحين تطمنين. ايه وفحصتي؟ وش طلع؟ طلع عندي سرطان في الرئة مراحل الأخيرة. لا مستحيل، أكيد في شيء غلط بالتشخيص، يعني في ناس وايد شخصوا وكان عندهم أخطاء بالتشخيص. بعيد الشر عنك، إن شاء الله ماكو إلا العافية. للأسف مرض سرطان الرئة بالذات ما تقدر تكتشفه إلا في المراحل الأخيرة عقب ما يكون قضى على الرئة خلاص. بس في علاج، صدقيني في علاج. ما في غير الألم، غير العذاب. تعرف شنو العلاج؟ العلاج الوحيد هو الموت. لا تقولين كذي، تكفين. رحمة الله موجودة. آسف فواز، آسف إني قاعدة أشاركك هذا الألم. يعني بدل ما قاعدة أشاركك شيء زين، قاعدة أشاركك ألامي. بس أنت الوحيد، أنت الوحيد القريب من قلبي حبيب. لا تطالعني كذي. إيه حبيب، أنا في هذه اللحظات، لحظات عمري الأخيرة، ما بستحي أقول عن مشاعري أو أعبر عنها حتى لو ما كنت تبادل نفس الإحساس. منو ما يحبك؟ لا أنا أحبك ميس. أنت واصلة وياي أصلا مرحلة يمكن تكونين أغلى إنسانة عندي بالدنيا. كنت لازم أقول لك، كنت لازم أحس بوجودك يمي على الأقل في لحظات أيامي الأخيرة. هذه مو أيامك الأخيرة، أنت راح تعيشين إن شاء الله. إحساسي ما يخيب، وأبوك لازم يدري. لا طبعا فواز، أنا وثقت فيك أنت، ما المفروض أحد يدري. تعرف لو أبوي درش بيصير؟ احتمال يموت. مستحيل. المستحيل إن أنت تخون فيني وما تحقق رغبتي.